حشرات، الدبان دائما على وجهها، بكون الله يعزك في الحمامات وفي على الزباله وبيجي على ايديها وعلى وجهها، هذا التلوث الكبير. الثاني هي صار يطلع له حبوب حساسيه، ما اعرف هذا ايش السبب، من كثر الامراض نمت هي لحتى الان نايمه على رمل، نايمه ما انا عارفه وين اروح ولا وين اجي. الوضع صعب جدا، يا ريت يعني لو تقدر لو تشوفوا تساعدونا، لو توفروا لنا شامبو صابونا بس انه نغسل ايدينا اولادنا من كثر الوسخ اللي هم فيه، الرمل الدود اللي بنمشي فيه احنا هان، الوضع صعب جدا يعني. عدوى، قلة نظافة، بكتيريا، مياه ملوثة، فيش منظفات، ما فيش صابون، فيش حمامات. يعني شامبو بيجي بيقول لك العلبة شامبو 100 شيكل، صابونة علبة الصابونة 25 شيكل. قلة المنظفات عامة هذه هي سبب التلوث، هي خلتنا ما نقدرش نغسل الأولاد. النزوح بدرجة أكبر، كثافة الناس في الخيام، ارتفاع درجات الحرارة، قلة المياه النظيفة واستخدام المياه العادمة. الآن أغلب محافظات الوطن كلها مياهها عادمة، وهذا كله بيؤدي إلى انتشار المرض وبتفشي أمراض الجلدية أكثر فأكثر في الأيام القادمة. حتى للوقاية من ذلك ينصح أولاً وأخيراً بوقف اللي هو حصار قطاع غزة، فتح الحدود، إدخال الوقود اللازم لمضخات الصرف الصحي، محاولة قدر الإمكان الحصول على مياه نظيفة سواء مياه شرب أو مياه نظافة، فتح الحدود أمام مواد التنظيف.